الطائفة الأخيرة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا مفهوم موجود عندنا، هذا الطفل. بعض الفقهاء قايلين إذا الطفل يميز بين العورة وغيرها، الآن أطفال اليوم هاي الوسائل الموجودة جدا تسرع في رشدهم، إذا الطفل يميز بين العورة وغيرها، يفرق بين هذا العضو وبقية الأعضاء، الآية تقول إذا ما يميز يعني ما يفتهم ما يخالف إظهار الزنا أمامه، أما إذا يميز ويفهم مفهوم الآية أنه لا يحل للمرأة أن تظهر أمامه بزينة، وهذا البلاء المتداول في كثير من العوائل في كثير من البيوت. بعض العلماء أم هالشكل قايلين، بعض الفقهاء قايلين موت مسألة التمييز بين العورة وغيرها، لا، وإنما مسألة أنه تحركت فيه الشهوة الجنسية، يعني الطفل ما عنده شهوة لأنه عمره مثلا سنتين ما يفهم، ولكن إذا طفل يفهم، بالذات بعض الأطفال أكو أذكياء مشاعرهم متوقدة، نضج سريع بالذات في البلاد الحارة اللي حرارة الجو تساعد على سرعة نمو المشاعر، المرأة يجب عليها أن تتجنب هذا الطفل، يفهم